لسه ما زلنا في تداعيات الانهيار الكارثي لعقار مكون من 13 طابق في سيدي بشر بالاسكندريه، ويقال ان العشرات تحت الانقاض، لسه ما زالوا تحت الانقاض. وكشف هويه سكان العقار المنهار، قال محافظ الاسكندريه اللواء محمد الشريف اليوم الاثنين ان سكان عقار ميامي المنهار ليسوا من الاسكندريه وانما من المستوفين بالمحافظه، مشيرا الى ان العقار قديم منذ السبعينات وصادر له قرار ازاله للدور الاخير، والعقار بالكامل معروض على لجنه المنشات الايله للسقوط. واضاف محافظ الاسكندريه انه حتى الان لم يخرج سوى يعني 4 مصابين وجاري البحث عن اخرين، وتم الدفع ب10 سيارات اسعاف وعدد كبير من سيارات الحمايه المدنيه. واشار الى ان وزير التنميه المحليه ومكتب رئيس الوزراء تواصلوا من اللحظه الاولى للاطمئنان على الوضع مع فحص وجود ضحايا عالقه، وقمنا بفرض كردون امني حول المبنى للحفاظ على حياه المواطنين. واوضح انه تم استدعاء كافه المعدات من كافه الاحياء لرفع الانقاض، وجرى التاكد من عدم وجود ضحايا اخرين داخل المبنى. وكمان ان حصل حريق، الانهيار دوت العقار بالكامل ادى الى حريق في الانقاض، فطبعا جت سيارات الاطفاء. وكان شارع خليل حماده في الاسكندريه شهد اليوم انهيار مبنى من 13 طابق وتابع لحي المنتزه اول، واسفر طبعا عن تحطم عدد من السيارات كانت موجوده تحته، وجاري البحث عن ضحايا اسفل العقار كانوا موجودين في العقار وكانوا موجودين في محلات سوبر ماركت تحت العقار. تسبب الانهيار زي ما قلت في نشوب حريق في الانقاض، وعلى الفور تدخل قوات الحماية المدنية بمحاولة السيطرة عليها وإطفائها، وذلك بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين والغير معلوم عددهم حتى الآن. وجه وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار برفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية استقبال أي إصابات من عقار ميامي المنهار. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار أن الوزارة دفعت ب12 سيارة إسعاف لموقع الحادث مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف إسكندرية تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة. وأضاف أن الإسعافات المتمركزة في موقع الحادث متأهبة للتعامل مع أي إصابات ويجرى حصر أعداد المصابين جراء الحادث.